الله، هو البيت كان ناقص عهات. الله يا حاجة سنكافولا، نسيتي المجلة بتاعتك. الورث اللي سابهولنا أجدادنا العظماء، مش أي لازمة. الوزة والبطة. شفتي اللي بيحصل لنا يا ماما ميمي؟ احنا اتبهدلنا قوي. انا شكلي بقى وحش قوي قدام سيف، يا ترى بيقول عليا ايه دلوقتي؟ ماما ميمي، انا امبارح اتفضحت في النادي فضيحه بجماجم. بجلاجل. جلاجل؟ ايه جلاجل؟ وبعدين الجماجم بتخوف اكتر بكتير. قولي لي يا ماما ميمي، عايزه تسيبي شعرك كيرلي ناتشرال كده ولا اعملك بريد؟ لا، اعملي لي بن. نيلي نيلي الحقي يا نيلي، انا لقيت رساله في المجله اللي سايبها لنا جده، بيقول فيها هنوصل للفلوس ازاي. ايه يا حاج مالك؟ ايه حقي يا نيلي؟ حقي يا نيلي خلاص يا ماما ميمي، هو انا خطفتك؟ خلاص يا ماما ميمي، خدي خدي ما تزعليش يا ماما ميمي. I'm very sorry. من فضلك اهدي بقى شويه عشان نفهم الموضوع ونروح بيتنا. وانتي بليز انجزي عشان هي مش هينفع تفضل كده كتير. طب اعمل لها ايه؟ ما هي اللي ما كانتش راضيه ولا تسيب المجله ولا تسيب رقبتي. ما تسيبي لها المجله يا شريهات، الست ما فيهاش نفس، لا يجرى لها حاجة يا حبيبتي يحسبوها علينا بني آدمة ونخش فيها السجن. أبوس إيدك يا خالتي. أسيب لها المجلة إزاي؟ بقولك جدنا سايب لنا رسالة بيقول لنا هنلاقي الثروة فين. أنتي هبلة يا بنتي، ثروة إيه اللي هنلاقيها بعد كل السنين دي؟ هو أنتوا مش قلتوا إن جده فلوسه اختفت وساب لكم المجلة دي؟ أيوة. وعمو عبد الله قال إن آخر حاجة جده قالها قبل ما يموت إن الثروة في لغز ميكي؟ ايه اوكي. ومين بقى يا تيزا اللي كان بيألف الكلمات المتقاطعه دي؟ مش هو؟ انا بقى حليت الكلمات المتقاطعه دي وفهمت منها كده ان هو تقريبا سايب لنا فيها رساله. رساله ايه وثروه ايه اللي في الكلمات المتقطعه دي؟ اهو اسمعي عشان تصدقيني. الى من يقرا الرساله، اذا اردت الوصول للثروه الحل لغز ميكي. ده كلام جنرال قوي، هو اصلا مش عارف هو بيكلم مين. طب هو كان عارف يعني مين اللي هيحل الكلمات المتقاطعه؟ بس انا مش فاهمه يعني ايه الحل للغز ميكي، مش المجله كلها لغز ميكي؟ يا بنت لغز ميكي يا بنت اللي بيبقى في اول صفحه اهو. مش فاهمه برضو بيقول ايه يعني. وانا ما اعرفش، انا كمان انتوا فاكرني يعني فكوكه قوي، ما انا بقالي ساعه مش فاهمه حاجه. ولو قعدتي ست سنين مش هتفهمي حاجه، ما تقولي لنا احنا يمكن نفهم. لا والله. طب اسمعي يا خالتي، اللغز بيتكلم عن سرقة خزنة في مكتب راجل اسمه الضمنهوري، والمحقق ميكي بيعرف اللي سرق من رقم الخزنة اللي لقاه في جيب الحرامي. حد فاهم حاجة؟ التشاش يعني. طب ما نفك ماما ميمي، هي تفهمنا يا اختي. نفكها نعمل بيها ايه؟ ما المجلة معاها بقالها سنين، لو كانت عرفت كانت حلتها، كان القرد نفع نفسه. القرد برضو وات ايفر. على فكره اللي بتتكلموا عنها دي جدتي، يعني لو ما احترمتوش نفسكم انا هسيبها عليكم. طب احنا نعمل ايه دلوقتي؟ ولا حاجه، احنا نروح لسي عبد الله يمكن يعرف يحلها. مع انك ست بيئه وويرد جدا بالنسبه لي وبكرهك، بس جود ايديا. من الهرت للهرت رسول يا حبيبتي. ثانك يو. نفك ماما ميمي بقى لو سمحت. لا استني، قبل ما نفك ماما ميمي دي بقول لك ايه يا حاجه، انا هفكك بس عارفه لو عضتني. She's very innocent. حرام عليك. طيوبه قوي ماما ميمي دي، طيوبه. بصي بلسم والله العظيم، هي بس لو تبطل حركاتها دي الغريبه كده اللي هي ساعات بتبقى قاعده. لا
لا أنا متشكرة قوي يا سيف إن أنت رضيت تيجي معانا المشوار ده. أنا عارفة إن أنا بتعبك معايا، بس ما كانش عندي حد غيرك أكلمه. كان نزومه إيه بس تتعبيه معانا؟ ما كنا خدنا ميكروباص. بليز بليز ما تجيبليش سيرة الشيء ده تاني ever. ده كان أسوأ يوم في حياتي. أنا مش هحكي لك كل اللي حصل، هقول لك موقف واحد بس صغير. كان في ست قاعدة جنبي بتردع ابنها مش من الببرونة. طب وإيه المشكلة؟ ما عنديش مشكلة بالهنا والشفا، بس ليه لما الطفل يخلص الرضعه يشقطها كلها عليا؟ قشط اسمها الطفل قشط، انما يشقط دي هناك في عباس العقاد. يا جماعه انا كده كده ما عنديش اي حاجه، وبعدين ايه اللي انت تأمري؟ طب بقول لك ايه يا برنس، هو الكاسيت مش شغال ولا ايه؟ شغال. طب ايه بيشغل، شرايط ولا اسطوانات؟ لا في يو اكس، خده وشغل اللي انت عايزه. لا لا ما لناش في الاجنبي يا ابن عمي، شغل لنا كده حاجه شعبي جميله. اسمعي يا شوشو، اديني رمضان. اه حلو، واديني انا كمان رمضان. وحشتوني قوي قوي، انتوا عارفين من كتر قعدتي في السجن اكتشفت ان احنا قوتنا في لمتنا. انتوا وحشتوني قوي، انا كنت متاكد انكم مش هتغيبوا عني اكتر من كده، وناديكم تيجوا تزوروني على طول. بس احنا عايزينك في موضوع تاني خالص. والله خير؟ احنا عرفنا ازاي هنوصل للثروه بتاعت جدو. ثروه الداد ازاي؟ هاو فاكر المجله اللي سابها جدو اللي ماما ميمي مسكها طول الوقت؟ ايوه بلا، لقينا فيها مسج من جدو بيقول لنا ازاي هنوصل للفلوس. مسج في المجله ازاي؟ هاو؟ ما هو انا حليت الكلمات المتقاطعه ولقيت فيها رساله بيقول فيها ان الثروه في لغز ميكي. حاولنا بقى نقرا اللغز وما فهمناش حاجه. ايوه هو اللغز بيبقى صعب شويه، بس انتوا فاتتكم حاجه، الحل بيبقى بالمقلوب دايما. ايوه ما احنا حلينا بالمقلوب وما فهمناش حاجه برضو. طب هو اللغز كان بيقول ايه بالظبط؟ ثانيه واحده اتفضل. ايه ده، انتوا جبتوا المجله دي ازاي من ماما ميمي؟ ازاي هاو؟ ما هي خالتي حطت لها حبيتين اباتريل في الشاي كومها. مش ممكن بندو ده، انا متربي على بندو. سيبك من بندو وخليك مع ميكي، عرفت تحل اللغز؟ بس هو المساله صعبه، بس يمكن. يمكن ايه؟ يمكن يقصد بمكتب الدمنهوري ده المرسم بتاعه. ايه علاقه الدمنهوري بمرسم جده؟ المرسم بتاع جده كان في عماره اسمها عماره الدمنهوري نسبه لصاحبها، حتى احنا كنا مسميين المرسم او المكتب يعني مكتب الدمنهوري. طيب يبقى الحل في المرسم ده، نوصل احنا للمرسم ده ازاي؟ المرسم ده في وسط البلد، بس مش هينفع تروحوا من غير بندق، لان بندق هو اللي معاه المفاتيح. مش وقت استظراف خالص يا عمو، انجز. بندق ايه يا بنتي؟ انا ما بهزرش، انا بتكلم جد. نيلي ما تشوفي بابي عشان بيهزر جامد. بابي لخص، مين بندق ده؟ بندق ده يبقى عم بنداري، وده المساعد بتاع جده وكاتب اسراره، الراجل ده هو اللي مربينا، جده ما كانش بياخده خطوه من غيره. بنداري يبقى بندق، وبندق يبقى هو بنداري. طيب احنا نوصل لبنداري ده ازاي بقى؟ بسيطه قوي، انا معايا عنوانه. سبحان الله، يعني الحوار ده طلع بجد؟ شكله كده. يعني جدك كان يقصد حاجه باللغز عشان يلاقي الكنز. بعدين بقى يا سيف نتكلم في الموضوع ده. ميرسي قوي يا جماعه انكم جيتوا معانا. تحبوا بقى تنزلوا هنا ولا تنزلوا فين؟ ننزل ده ايه، احنا جايين معاكي عند عم بندق. جايين معانا ليه؟ عشان انا ليا في الفلوس زي ما انت ليكي فيها بالظبط. انت اكيد مش في وعيك بقى. ليه يا حبيبتي، هو مش جدي زي ما هو جدك؟ ايوه بس هو ساب لنا احنا المجله وساب لنا احنا الفلوس. بقول لك ايه يا بنت، انت الفلوس دي هتتقسم بالحق وشرع الله.